البنات هانتوما التقاود ديالنا وجدوا هانتوما عرفتوا تبارك الله ما فيهم ليدام الزبده الزيت البلديه عرفتوا كيجيو هادو معلكين ومفلكين. انا دابا حطيتهم غير شويه هكا درتهم في واحد القالب. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كتشوفوني كنصور غير عند العطار ديالنا مورا المحل، فين كنا دايرين الخبز ودابا دايرين الحوايج. اللور ديال الظهر ديال المحل عندنا كيقولوا لها القيصريه، المحلات كيشامه وكناخذهم عند السي عزيز. راه تبارك الله كيطيب معانا وعندو سلعة زوينة ونقية، راه كيطحن في القرفانيت معلم. أنا دابا خديت زنجلان بلدي، هذا بلدي ديال المغرب، كاين هذا ديال ميسرة البنات، ها هو زوين تا هو، وضروري تخلطي شوية هكا شوية ياكل لا. وغندير تا الشوفان إن شاء الله، الشوفان هاد الشوفان اللي بغا يديرو يحمرو ويديروه مع التقاوت كيجي غزال البنات هاد الشوفان. وكاين هاد الرقيق ها هو، انا كنفضل هذا الغليظ، هذا ما كتحمريه كيجي بحال اللوز. ما شنو هذه طايحانه؟ كاين عنده الذره، عنده القمح، الشعير تا هو مطحون، البوله رقيقه اللي بغيتي عنده تبارك الله. كلشي كلشي العطريه عنده، ما نقولش لكم غزاله الا انت هو زوين العظم البنات. هو غناخذو زريعه الكتان، هي زوينه واش كيبان لكم ولا مع الشعر؟ كاين العدس بلدي، العدس عادي، هذا عدس بلدي، هذا هذا عدس عادي، هذا كاين الملح، كلشي كلشي عنده كامون، عنده شنو اللي بغيت. الله يكمل عليه بخير. راه مقابل مع المحل اللي عندنا مع ترام، هذا الشيء اللي كاين، عنده البيض، عنده كلشي اللي بغيتو كاين. ايوا مبروك عواشركم بعدا، يلاه بالي وليا بتقي وتاتو سليلو، الكازاويين كنقولو سليلو. كاين اللي كيقول صفوف كله واش كيقول. ايوا الله يجيب غير الصحة والسلامة البنات. البنات عندو السمن مغزال، السمن منقولش ليكم، السمنو زوين، والعطرية ديال الدجاج ديال التحمار ديال الحوت المروزية، كلشي كلشي تبارك الله عندو. اللي بغيتي اللوازم كلشي اللي بغيتيها تقدايها كتلقايها حدا الدار، اللي قريب ليه هاد المحل يجي. وكيجيو الناس والله من حي الرحماني، من أناتي، شي صحاباتي كيجيو والله إلا كيتقداو، ولكن منقولش ليكم السلعة غزاله. وكيطحن عنده الماكينه، العطريه كديها سخونه نقولش لكم. هو تبارك الله عليك السي عزيز، كلشي كلشي اللي بغيتو، لوازم الحلوه كلشي عنده، كلشي تبارك الله. بغيتو الزعتر، بغيتو اليازير، بغيتو كلشي كلشي تبارك الله ما شاء الله. الله يستر لي الامور، والله يعمر لي الدار، غير المعامله بركه والابتسام. ها نتوما حتى الغرابل، ها الطبوكه، ها الغرابل، ها البيض، كلشي كلشي كاين خير تبارك الله. هذا حمرته هو جنجلان في المقلة، وزرعت الكتان تا هي، وهذا جنجلان تا هو كنحمر فيه في المقلة غير على المحل، وتنقص عليه البوطا واللوز وكاوكاو، وهذا حبة حلاوة، وهذا سخنت الفران تا سخنتو وحمرت فيه اللوز وكاوكاو، ودرت سخنت طفيت الفران ودرت غير حبة حلاوة هكا غير كنطفى هي والنبع باش ما تحركش، حيت لا تحركات كتمشي فيها النكهه ديال هادشي اللي كاين. الجهد ديالها كيمشي، ايوا بقاو معنا تشوفوا التقاوي ديالنا كي غيجيكم. شوفوا كيتحمر دابا زوين هاد الشوفان البنات، عرفتوا راه زوين صحي، ما تاخذوش رقيق خذوا الغليظ. النافع دخلته خرجته غير سخنته شويه باش ما يتحركش ليا. هنا عرفتوا شنو هنا إيلان البنات، هانتوا الشعام على العشيه دابا، ضليت فيه هاد نص نهار. وهنا زريعه الكتان، ها هي درت كيلو 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 الا كيلو زريعه الكتان، زريعه الكتان حتى هي غير سخنتها البنات، كحز هاد الشيء زريعه الكتان غير سخنتها، عرفتي كتبغيش تحمر بزاف غير سخنتها غير شويه في المقله، ديتها جبتها حمرتها بحال بحال جنجلان، ولكن جنجلان كيبقى شويه تحمر. هذه حبه حلاوه، هذه هادي ساهية تحمرات دخلات وخرجات. هنا جنجلان باقي، هنا حمرت جنجلان، كاين جنجلان بلدي وكاين جنجلان ديال ميسرة. ايوا حنا غاديين بشوية بشوية البنات، باقا مازال في الفران وباقي ما جبت لكم تشوفو كلشي داكشي لي درتو، وغتبعو الفيديو ان شاء الله. راه فايتة دايراها في القناة عندي، وغنحط سلو لي درت العام لي داز في القناة في صندوق الوصف، في صندوق الوصف. ايوا البنات بقاو معنا تتشوفوا كي جاكم سلو، راه غزال غنوري لكم غير شي لقطات لحقاش
سلو كلشي كيديرو كله كيفاش الطريقه. ما تركونش محمر الى اللوز، غنخوي عليه الماء سخون وخليه شويه يطبخ. البنات دابا انا شتيت هذا اللوز، خويت عليه الماء طيب، خليته يطبخ واحد شويه باش دغيا يتفسخ ليا. وهانتوما البنات دابا انا دايره الكاس، مع الكاس عندي حرش شويه، هذا الكاس من هنا مزوق، هو اللي غندلك به هاد اللوز ديالي باش دغيا يتفسخ ليا، باش نبقى نضربه معاه حبه حبه. مادام عويناه هو شحال من حاجه، شحال من طريقه كتبقى يا عوينه، كثر ما دلكت هو كيكون دغيا تديري هكا، ولا بيدك هكا تفركي هكا بيدك، راه هو كيتحك بحال هكا بحال هكا، ديري غير مزيان. سمحوا لي هذا التعزيه، ندير الكاس نيت دغيا صافي، وكنقليه وكنهرمشو علاش بغيت صافي البنات، وكن مزوق به، حيت انا درت 2 كيلو ديال اللوز مقليين، طحنوه هكاك جلوفهم حيت فيتامين، وهاد اللوز غنقليه باش يجي مهرمش هو وجنجلان في الاخر، مكتلوحيه في الاخر، هادشي اللي كاين. ايوا بقاو تبعوا معنا الفيديو تتشوفوا كيفاش جاكم سليلو ديالي. انا دابا قريبا نكملو باش نغربلو نبيه ونجيبو، نحيد هذاك الجلوف الفوقانيين، هاد الجلوف تاهما زوينين البنات، كينفعو في البهلة، كينفعو كتنشف فيهم. هانتوما البنات كيفاش جا تحمر الذهب، كلشي على القليان ولا شي حاجة مقلية وتقليها وترشي معاها شوية الملحة، اللوز ولا كاوكاو ولا أي حاجة، والله حيت سلو باش ميغماش لك، ولكن كاع إلا بغيتي يبقى يطول عندك ديري فريغو، ديري في السوكيو ديري فريغو. هانتوما دابا اللوز صافي تقلى، تقلى مزيان على خاطر خاطرو للذهب، حيت لا متقلاش على خاطر خاطرو قليتي بالزربة كيغمر لك هداك السلو، عرفتو شحال تاع الكميه ديال السلو غديري، وصدق السلو كلو مشى لك غامل، ريحتو ماشي هادي ديما الحاجه تقلى، وطيب الفران على خاطرها وتحمر على خاطرها، وعاده تخدمي بها ان شاء الله. دابا غنحيد هاد اللوز ونزيد اللوز الاخر وخليته يتسقطر ونطحنوه ان شاء الله. ايوا غير بغيت نوريكم نتوما، ما يخفوش عارف هادشي، ولكن كاين اللي كيكون مزروب ما كي غير كيلوح اللوز وكيبقى من الداخل باقي ما مقليش وكيغمال ليه في السلو، هادشي اللي كاين. السلام عليكم، كي دايرين الحباب؟ كلشي لاباس؟ البنات الخواتات الخوت كاع لاباس عليكم، مبروك عواشركم، كاين شي تقاوت كاين شي صفوف؟ نتوما مي الخير ضروري، الميدان المغربي ضروري من التقاوت وضروري من الشباكيه البنات. ودابا كملت نقيه البنات وكملت كلشي، عرفتو تمارة في التنقيه، لا بغيتي شي حاجه ديال الدار فيها الخدمه كتنقي بشويه بشويه، والله الا سيمانه وانا كنقي والحمد لله، حيت كاين هذاك جنجلان ديال ميسره كيكون خاوي، هذاك تاخدي منه شي حاجه قليله، وجنجلان بلدي هو اللي كيشد اليد، وحبه حلاوه ونافع كيكون فيه تنقيه، ماشي زعما التنقيه خصك تنقيه مزيان. ايوا بغيت نوريكم الطريقه ديال التقاود ديالي، راه فايته دايراها في القناه عندي، ولكن قلت ضروري هذا الرمضان ثاني ان شاء الله ان شاء الله يا ربي وصلنا ليه بالسلامه والرحمه والمغفره يا ربي، لا فاقدين لا مفقودين ان شاء الله، يدخل عليكم الصحه والسلامه نتوما. قلت والله تنوريهم هاد التقاود اخر، هذا اللي غندير واحد الشكل طريقه اخرى بالعشوب كلشي، مرحبا بكم وتبعوا الفيديو، اللي بغى يدير بحالي عاود يدير تقاوت، خصو ديما العام كله ماشي غير رمضان، حيت صحي التقاوت اللي غندير انا دابا. نبداو على بركه الله. ها نتوما البنات هنا كاين الشوفان، شفتوا هذا الشوفان هو اللي حمرت، هنا 2 كيلو تاع الشوفان اللي درت حمرته البنات، كيبان لكم ولا لا؟ مع دابا الليل يلاه كملت نحركو بهاد الليل، نحركو في هاد الليل بشويه بشويه عليا، هادشي ديال الليل كيعاونني انا. كاين حتى البنات كاين حتى القمح والفورس، ها نتوما هاد القمح والفورس حمرناه وغربلتو، عرفتي لا دورت لكم الكاميرا لا المضاطر ولا بيضين بالتغربيل، ولا ضروري اللي بغا تزيني تبان خليك البنين، هنا تقريبا على حسب عيني ميزاني انا، هادشي اللي درتو ماشي باش غنوريكم الطريقه نتوما ماي الخير كديروا، ولكن غير بغيتكم تزيدوا فيه الا جنجلان وهذا وهذا، انتوما تبعوا. حنا دوينا على القمح والفورس، هو هذا ياك البنات، ها الشوفان حمرتو بالمهل فوق المقله بحال كتحمري في شي جنجلان،
كيطحن مزيان عند مول العطار اللي كنت عنده اللي درت الفيديو في التقضيه. نتوما هذاك العطار اي عطار اللي قريب لي هو داك العطار ديالنا، راه ما نقولش لكم لا طحين ولا كلشي. هنا النافع، هانتوما البنات النافع، هانتوما النافع مازال غنغربلو في الغرب الرقيق. هنا حبه حلاوه، هانتوما هنا إيلان، ها هو إيلان. هنا كاين جنجلان، هو هذا جنجلان. هنا كاوكاو البنات، هنا زريعة الكتان، ها هي مطحونة البنات شتوها، هاي مطحونة مزيان طحنا ليا. هنا اللوز، هنا جوج كيلو ديال اللوز، أنا درت جوج كيلو ديال اللوز في كيلو ديال زريعة الكتان، في جوج كيلو ديال الكاوكاو، في جوج كيلو ديال جنجلان، في كيلو بلدي وفي كيلو مصري مصري زعما براني علينا كلشي زين. هنا اللوز كاين كيلو تاع اللوز اقلي اللي وريتكم الطريقه، راه غتبعوا الفيديو غتشوفوا نتوما تبارك الله نتوما مويا الخير. اللوز هنا هنا مقلي ومهرمش، مسلوق ومقلي ومهرمش. وهنا القرفه، هنا هانتوما المسكه الحره مطحونه، هنا الكوزه، هنا شويه الملح البنات، هنا جنجلان بلدي نص كيلو تاع جنجلان بلدي اللي كيشد نقيانيت، حيت جنجلان بلدي فيه شويه الزبل، اي حاجه بلديه كيكون فيها الزبل واش غديرو، اللي بغا تزيني الزبل خرج الودني. ايوا هذا نص كيلو غنخلي حتى الاخر هو اللوز، وغنلوحو في الرميه الاخر باش يعطيني ديك النكهه ويعطيني ديك التقرميشه ديال التقيوتات ديالي ان شاء الله تما مي الخير. هنا الزيت البلديه على حسب، انا درت هنا شي اطرو شي حاجه. هنا الزبده راه عرفتو ذوبتها 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 حتى الكاسرونه راه تقول لي واكوك الحق. اي تشوفي الزبده ولات لونها بحال زيت العود، خاص خاصها تحرق حيت الزبده كدير الغنونه. ايوا نتوما الخير كتعرفوا، غير انا بغيت نشارك معكم هذا الفيديو ديالي وهذا العواشر ونضحكوا شويه، ومنها نوريكم الصفوف ديالي التقاود ديالي ستيلو نتوما مي الخير. وكاين حتى العسل ها هو جبتو، بغيت نشوف عيني مزيان، انا ما كنديرش العسل ولكن عجبني هذا العسل عنده خليته من عنده. وهنا السكر كلاصي على حسب الحلاوه، هذا الشيء اللي كاين البنات. ونبداو على بركه الله نغربل دابا النافع ونغربل حبه حلاوه. اما الشوفان ما غنغربلو ما والو كيجي مرمل، وغنغربل حتى إيلان. ها إيلان البنات هذا إيلان راه صحي العظم، واحد ديما هذه الطريقه يديرها إيلان وهاد العشوب كلشي وجنجلان راه صحيين كاع الناس كاع بعدا اللي بغى يغلاضو يدير هاد العشوب مره مره ياكلهم راه يقويو. واللي عنده هشاشة العظام واللي عنده حتى اش نقول لكم عنده حتى بنادم فايت مهرس بزاف د الحوايج بنادم ولا غادي وكيكبر ماشي غنبقاو نديرو غير جنجلان صافي واللوز وصافي وهذا وكاوكاو صافي، لا دخلوا شويه العشوب. وهذا الشوفان البنات راه اللي عندهم امكانيات وبغى يدير غير الشوفان بوحدو مع هاد الاقامه احسن ليه، ولكن انا ضروري مخلطه القمح والفورص تما ماي الخير ومغربلاه. ها نتوما عرفتي راه الليل دابا واش كيبان لكم عرفتي محمر مذهب، ديكم مذهب اللي بغا تحمرو في الدار تحمرو، انا حمرته في الفران في الفران ديال الزنقه بقاش غيدخل ليا الدار حيت ماشي قليل شي حاجه قليله، كان كيلو جوج كيلو غتحمري غير في الكوكوط وتدوري عليه بشويه 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 تحركي حتى يولي محمر. ايوا هذا الشيء اللي كاين، ونتمنى يعجبكم هاد المقادير ديالي. ثم الخير كل واحد كيفاش كيدير لي الطريقه، حنا ضروري العاده مع الوليدات كيبغيو شويه التقاوت، ولكن التقاوت راه خصو العام كله في الحقيقه، راه صحي شي حاجه مفيده وشي حاجه صحيه. هانتوما الزبده سنترا البنات سنترا، ماشي الزبده تاع الحك يا سنترا، وتطبخ مزيان ونبداو على بركه الله. وقرفه عينك ميزانك، انا دايره على حسب، وضروري ذوقي الحباب ضروري ضروري، وهاش ضروري وليداتي ياكلوا ذوقي الحباب ليه عندي عدوزتي عندي الوالده ديالي، واخا الوالده هي كديرو ماشي عيب شي كيذوق شي. ها دابا نبداو على بركه الله، غنقسم بالنص النص، غادي نقسم النص اللي معلك غنديرو معلك، والنص اللي بغى غير مرمل وكاس الطبيصلات مع المعلقة يكون مرمل بحال هكا غنديرو، حيت كاين اللي كيبغى مرمل كاين اللي وندير ليهم معلك وندير نصك ونصك ان شاء الله. لا يحاشمنا بسم الله على بركه الله، ومليحه ضروري البنات المليحه
ضروري. شوف البنات دابا درت تشوف هذا البانيو كبير، لقى كيفاش نحرك نخلط كاع التوابين باش تجيني ساهله، ما نخلطش كلشي ونقسم هاد التوابين في البانيو الاخر. انا كنجيب المال تحت العطريه وغندير حتى الشوفان، سكر كلاصي غندير على حسب الحلاوه. هذا ما عينك ميزان السكر كلاصي، انا جبت كيلو وعندي كيلو اخر، ولكن انا غنشوف وصلت ليه. غندير نص ناقص شويه ونص حلو، عندنا الناس اللي مراض ما يبغوش الحلاوه بزاف. عصير الريحه غزاله البنات، تحركيه مزيان، سمحوا لي على التعزيع. غنقطع تجي سلمى تسد بيا الكاميرا وتشوفوا كيفاش غنخدم هاد التقاوت ان شاء الله. غندير بالنص بالنص وكي غنحركو مزيان هادشي، نديه ونجيبو نديه ونجيبو بحال هكا، بحال غندير الكسكسو غنكسكسو. درت كلشي اللي قام جمعته هنا، خليت غير اللوز وكاوكاو وجنجلان صافي. هو الزيت اللي باش غنخدم رجعت ليكم تاني، لقاش كنصور ونقطع ونصور حيت يدي بوحدي ونسالي ان شاء الله نوريكم كلشي كيفاش جا. هانتوما رجعت ليكم كلشي غربلتو دابا، حتى من القرفة حتى من كلشي كلشي، النسكة الحرة الكوزة كلشي الا النافع حتى زريعة الكتان غربلتها باش مبقاش تغزغز ليا، حيت واخا يطحن يدخل لك الشك حيت السلوت اللي تاكلي فيه هو كيتغزغز. حيت ديما الا زريعة الكتان نوصيو العطار ولا اللي كيطحن ليكم ولا كطحنوها في الدار، طحنوها مزيان وغربلوها في شطاطو داك الغربل الرقيق. البنات هانتوما كلشي خلطتو، مقادير كلشي راه عرفتي بسبستو بيدي بحال كندير في الكسكسو، كنديه ونجيبو ونجبد ونحرك. معونا بالليكات البنات، كينفعو هاد الليكات والله. شوف المرمل تبارك الله، غنهز غير النص بالنص بسم الله على بركة الله. ديما بسم الله البنات، بنفعو وبالصحة والسلامة والله. ندير شوية دابا، غندير شوية ديال الجنجلان شوية كاوكاو. اللوز انا خدامه بيدي انا، وشو كسوه كي دايره بالدقيق. كنساني بالدر ندوي معاكم، هذا راه خصو يطلع باق تخدموا اليوم ونعاود نخدموا غد ليه، حتى يطلق على خاطرو حيت السلو كيبغي حتى يطلق يطلق بحال بردتاتي ملي كتعمريتي وتخلي بلاتي يطلق يتشحر ويطلق وكاك تقاوت. هذا الشيء اللي كاين. صافي نخوي شويه د الزيت والزبده، ندير شويه د الزيت، الزيت البلديه نص نص، والزبده حتى هي غنديرها نصفي الزبده تحمرات ولات معسله الزبده هادي. الزبده هذه راه خليوها طيب مزيان تحيد الغنونه تاع الزبده، واخا الزبده سنطره ديال العبار غزاله، ولكن خصو داكشي يكون معلك ومفلك. وماشي حينا المحمه وما الخير كله خير في محاله، انا بغيت نوريكم الطريقه ديالي كيفاش جات وكيفاش، اما راه حتى حاجه ما سهله والله الا كلشي فيه تمام. والصحه والسلامه ضروري غير العاده وصافي، هادشي اللي كاين الحباب. انا تحركتو دابا ديتو جبتو، كاين خاصو مازال شويه الزيت البلديه وشويه العسل باش يجيني معلك شويه. دابا درت جنجلان مقلي، غنزيد شوية اللوز نص ديال هادي، غنزيد شوية العسل، العسل غزال ديال الليمون زوين،
ماشي حر ولكن شي حاجه مركز منه. نزيد شويه الزيت البلديه هانتوما زاد السخون ما حددنيش مع نص سكر نص سكر ونحركوا هادشي ان شاء الله. هانتوما ما تخموش في يديا كي دايرين كي ولا كتبقاي تحركي تحركي وتعجني ودلكي كي بغيت ليك البنات. هانتوما البنات هادشي خصكم معلك ونفلكتهم يلاه ندلك حلك تجي زين ان شاء الله يا ربي الصحة والسلامة يا ربي. هاي والعادة والحياة هي هادي البنات نتمنى الله الخير. ودابا غنقطعو تا ندلكو على خاطري ونوريكم كي جا وكيفاش جا هذا تا هو. شتو هانتوما البنات هذا تا هو غنديرو مرمل شوية غنزيدو الزبدة وغنزيدو مزال الزيت البلدية ومزال غنزيدو يجيني مرمل يتكال بالمعلقة تبقاو تتمرملين وهذا غيكون معلك ان شاء الله. البنات هانتوما التقاود ديالنا وجدوا هانتوما عرفتوا تبارك الله ما فيهم ليدان الزبده الزيت البلديه عرفتوا كيجاو هادو معلكين ومفلكين. انا دابا حطيتهم غير شويه هكا درتهم في واحد القالب وكله تبارك الله بدا يدي عليا تبارك الله ما شاء الله. وهذا درته شويه مرمل واخا تشوفوه هكا راه مرمل تبارك الله ما شاء الله جا سلو زوين ويدم ما نقولش لكم. وزاجت جنجلان مقلي وزدت شويه اللوز هاو نتوما غيفيد ليا ثم الخير. انا غنجرب لكم وتشوفوا كيفاش جات شوف شوف دابا غنرجعوا دابا في السطر ونتمنى يعجبكم في الصحه والراحه ان شاء الله. شوف ما بغاش يتجمع واه واه ايوا الحاجه الزينه هي اللي كتخمر. ايوا الصحة والراحة ان شاء الله الله يدخل عليكم هاد رمضان ان شاء الله بالصحة والسلامة ان شاء الله يا ربي. غتقاوس البنات شو معلكين انا كيعجبني التقاوس يكونوا معلكين يكونوا مرملين و حتى يكونوا حتى هكا مرملين هكا بلا يكونوا معلكين بزاف. هذا معلك بزاف هذا ما نقولش لكم عرفتي اللي ضرب عاشقه ولا جوج صافي بحال تسحر يشد لي النهار بعدا السفول ديال النهار نتوما مي الخير واش غديروا هادشي اللي كاين ونوريكم. هنايا مرمل هذا تا هو شويه ولكن طلق لي دام درتو زعما ناشف شويه ولكن طلق لي لي دام. ايوا هادشي اللي كاين هو قد ما خليتيه يتلابق كيزيد يطلق لي لي دام باش تصايبيه وصافي صافي تفرقيه ولا تاكلي كيكون باقي ما طلقش ليدام ديالو ديك القامه ديالو الزيت الزبده هادشي اللي كاين البنات. وهذا نسوس هذا حتى هو طلق ليدام هانتوما. هذا نسوس خلطته بشويه د العسل الحر حيت اللي بغى يخلطو بالعسل الحر يخلطو اللي ما بغاش يديرو غير بالصوص نيت. حتى هو درته مرمل شويه وطلق ليدام في غير الزيت البلديه البنات نسوس حسب اللي مرض بالسكر الله يشافي الجميع. هادشي اللي غنقولو ايوا هانتو وليده ملي طلق يومين هو بايت عاد صورت لكم هاد الفيديو وشوفوا تبارك الله خير الله تبارك الله ما شاء الله. هو عاد ضروري دا الذوق لحبابو اللي كيدير بحسابك غديري بحسابو البنات. هادشي اللي كاين ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو ومشهينا المحمات الحبابات والله تمام الخير. تقاوت اللي بغى تقاوت راه نتوما عارفين المقادير كيفاش راه شفتوا الفيديو كيفاش بديت من الاول راه غزال وصحي تاكلي ما كيدير لك لا حرقه لا والو البنات والله. ايوا بالصحه والراحه ان شاء الله والسلام عليكم ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله يا ربي.